محمد عمرية أحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن عفارية الأسفلت. عفارية الأسفلت يا جماعة دول ليسوا شياطين وليسوا من الجن، ولكن هم شياطين الإنس. هم يستطيعون أن يغيروا الفرح إلى مأتم كبير، ويستطيعون أن يغيروا السعادة إلى حزن شديد. انهم سواقين النقل التقيل وسواقين الميكروباص، وكل سائق مستهتر يعرض حياته وحياه الاخرين للخطر. هنتكلم النهارده عن الناس دي، عن السواقه بطريقه جنونيه، بطريقه اللي هو الشخص المستهتر الغير مسؤول. الشخص ده زي ما قلنا ممكن يحول الفرح الى ميتم والى جنازات وليست جنازة. الناس دي يا جماعة طالع لهم رخص قيادة عادية جدا، وناس بتسوق عربيات عادي وكل حاجة، ولكن نتيجة المخدرات ممكن يتسببوا في الحوادث اللي احنا بنشوفها دلوقتي، وممكن نتيجة ان هو عاوز يعمل دور زيادة. اذا كان سواق ميكروباص عايز يعمل دور زيادة فبيجري بسرعة جنونية، فيؤدي إلى حادثة، ممكن يخبط عربية تانية بالميكروباص فيموت اللي فيها، وممكن يقلب الميكروباص اللي هو راكبه واللي فيه يموت. طبعا الدولة أنفقت وصرفت مليارات الجنيهات على الطرق، بحيث إن الطرق تبقى طرق آدمية تليق بالإنسان المصري. ولكن بدل ما الناس تفرح بالطرق دي، أصبحت الطرق دي هي الرعب للناس نتيجة السواقة الجنونية. بقترح على المرور وعلى وزارة الداخلية وعلى الدولة وعلى رئاسة الجمهورية وعلى مجلس الوزراء، بقترح إن أي عربيات يتم استيرادها من بره مصر تكون الموتور لا يتجاوز سرعته، سرعة العربية اللي جاية لا تتجاوز 80 كيلو متر في الساعة. وحتى العربيات اللي داخل مصر موجودة حاليا يتم تطويرها او تعديل الموتور بتاعها، بحيث انه لا يتجاوز سرعته عن 80 كيلو متر في الساعة. يبقى السائق مجبر ان هو ما يعديش 80 كيلو متر في الساعة. الناس يا جماعة بقت تخاف تركب ميكروباصات، بقت تخاف تخرج من بيوتها. حتى الناس اللي بتمشي على رجليها بقوا يخافوا، لأن ممكن وهو ماشي نتيجة سواق ميكروباص بيجري بسرعة جنونية، أو سواق نقل أو سواق ملاكي بيجري بسرعة جنونية، ممكن يموت الناس اللي ماشية في أمان الله وفي أمان البلد، ماشيين في بلدهم المفروض يبقوا آمنين مطمئنين، ولكن يفاجئوا بان عربية بتدخل فيهم بتموتهم. وانا شخصيا شهدت ده بعيني قصاد بيتي، قصاد عمارتي، العمارة اللي انا فيها، فوجئت بسيارة ملاكي دخلت في بيت، يعني سرعة جنونية رهيبة، اللي سايق دخل في المنزل، والحمد لله ما حصلش اصابات، ولكن خبط في السور. تخيلوا لو في اطفال جنب السور، تخيلوا لو في ناس قاعدة او ناس ماشية، كان النتيجة بقت ايه؟ كلهم حوادث وكلهم كوارث، والسائق ما بيهتمش. ليه؟ لان هو بيقول لك ان في اغلب الامور هتبقى حادث سير، يعني هتاخد الاسم. السواق بيفكر في كده، يقول لك بتاخد الاسم، بتتسجل حادث سير، ببات ليلة وبطلع بعد كده، ويرجع تاني عفارية الاسفلت للاسفلت لتسير دماء الناس الابرياء. دي كانت حلقة النهاردة.